بسم الله الرحمن الرحيم. سنة طيبين، مصر بخير، طول ما فيها ناس طيبين زي حضراتكم كده بيحبوا مصر ويهجموا عليها وشرفينا دايما بتضحياتهم وكلامهم الطيب ومشاعرهم الفياضة ناحية مصر، واللي احنا شفناها دلوقتي وكلنا لما سمعناها كنا اشعر من هذه المشاعر الجميلة الطيبة اللي طالعة من القلب. اعتقد ان احنا كلنا كمصريين ما عندناش مانع ابدا ان احنا نضحي بحياتنا كلنا في سبيل مصر، وده الشيء اللي بيشرفنا كلنا وبيخلينا النهارده يعني بدل ما بنزعل بنحتفل بشهدائنا، مش بنزعل عليهم، بنحتفل بأبناء مصر الطيبين المحترمين سواء كانوا من الجيش أو من الشرطة، لأن جيش مصر وشرطة مصر، جيش مصر هو فخر الجيوش العربية، كلنا عارفين هذا الكلام. وأي حد يسيب جيش مصر فهو عدو أو خاين، لازم يبقى خاين، يعني لو سمعت واحد في الشارع يسيب جيش مصر ده لا يمكن يكون وطني ولا يمكن يكون مصري ولا بد أن يعامل معاملة سيئة. لأن جيش مصر هو اللي عامل مصر وعامل الوطن العربي على مر العصور، من أيام الهكسوس والتتار والصينيين لحد الإسرائيليين لحد النهارده لما حبوا يقسموا الوطن العربي، ومصر هي اللي وقفت برئاسة الرئيس السيسي الحمد لله، ووصلنا للي إحنا فيه ده إن شاء الله. أحيا جيش مصر! أحيا جيش مصر! وتحيا مصر! أنا أعتقد إن إحنا يعني كل أب وكل ابن ضحى بحياته في سبيل هذا البلد له كل التقدير وكل الاحترام وكل التحيه، وكلنا مقدرين هذا. لكن اسمحوا لي ان انا اقف وانحني لكل ام وزوجه مصريه فقدت زوجها او فقدت ابنها، لان انا عارف كويس المشاعر الطيبه بتاعتها عامله ازاي، وهي فرحانه بيه عشان بيضحي ببلده وزعلانه علشان تراب.